أهلا بكم في حلقة اليوم من الحدث الأسبوعي، نتناول فيها أبرز قضايا الأسبوع في الجزائر، بدءا بما وصف بمهزلة مقبرة العالية أثناء جنازة رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك، والحضور اللافت للسعيد بوتفليقة مستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه، وما بدا تلميعا له جدد الجدل حول التوريث ودور أصحاب المال وموقع الجيش. حرائق الغابات بدورها شغلت الرأي العام خلال الأسبوع، وتساؤلات حول عدم توفر الجزائر الغنية بين قوسين على طائرات لإطفاء الحرائق مقارنة بتونس كما تنقل صحيفة الخبر. ونتناول كذلك قطاع الصحة المريض والجدل الذي ما زال يحتدم حول وفاة امرأة حامل في الجلفة. لمناقشة هذه العناوين معنا في الاستوديو عبد الله أنس المحلل السياسي، وعبر الهاتف من الجزائر دكتور سفيان جلالي رئيس جيل جديد، ومحمد خلفاوي الضابط السابق في جهاز المخابرات. عبد الله أنس، لو بدأنا بك، ما رأيك؟ الجدل يتجدد فيما يبدو حول موضوع التوريث السعيد بوتفليقة مرة أخرى، والحديث عن تلميعه، وبرغم ما حدث من مهزلة كما وصفت في مقبرة العالية. فعلا هي مهزلة كما تفضلت أخي جمال، لأنه يعني خاصة قضية كان يظهر سعيد بوتفليقة، كان يظهر باحتشام، يظهر أحيانا من وراء ستار، أحيانا يظهر يعني هكذا بعيد عن المشهد. أما المشهد الذي رأيناه الآن، اللي رأيناه في مقبرة العالية، يعني إذا كان فيه بقية من بقية لهيبة الدولة قضى عليها المشهد الذي رأيناه. يعني أنت لما ترى يعني الاهتمام الإعلامي الأضواء، ولما ترى الأمن أو الحراسة، ولما ترى الحرس الرئاسي قصدي، يعني الحرس الرئاسي، البروتوكول الرئاسي، يعني الشكل اللي المشهد اللي شفناه وشافوا المواطنين كلهم، يعني فيه استهانة ما بعدها استهانة بالدولة. طبعا احنا لما نتكلم احنا الشرطة واقفين مع رب مال، مع أرباب الأعمال، واقفين مع سعيد، وواقفين مع سيدي سعيد، في الوقت اللي يعني رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة خارج التغطية، خارج الأضواء. يعني هذه لا يمكن أن تسميها يعني ربما يعني غلطة تمت، أنه الطاقم الإعلامي اللي كان يصور في هذا المشهد، ولا الكاميرامان، ولا هو مش عارف الأبعاد السياسية هذه. أنت لما تجي الشرطي يوقف عند السعيد، والكاميرا المشهد الإعلامي والأضواء توقف عند السعيد، وتزيد تكملها أنت في النشرة أنت الثامنة، هذه مش غلطة. يعني يتصدر نشرة الثمين، يعني هذه مقصودة، هذه مش غلطة. يعني أنا هنا طبعا لا أتكلم على عبد القادر بن صالح كعبد القادر بن صالح، ولا كتبون كتبون، لأني من رضي لنفسه الإهانة هو قبل لهذا. هنا لا نتكلم عن الأشخاص، نتكلم عن إهانة المؤسسات، مؤسسة الدولة. يعني أنت المفروض في مشهد مثل هذا الشرطة يكونوا واقفين بجنب رئيس المجلس الأمة، ويكونوا واقفين بجنب يعني الـ 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 الأمن والحراسة تكون لرئيس الحكومة ولمجلس الأمة، ولا تكون لشخص مستشار يعني من درجة ثالثة، أو رئيس يعني الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وحداد هؤلاء ليسوا الدولة، فالدولة كانت واقفة في جانب آخر وهي مهمشة مقصية ما عندها حتى معنى. يعني هذا إن دل على شيء مقصود، يعني هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذا الجماعة خلاص يعني وصلوا إلى أوجهم في الاستهانة بمؤسسات الدولة. يعني على الأقل، على الأقل المفروض بإشارة من السعيد للكاميرا، يعني ما تحرجوناش، ما تفضحوناش يا أخي، رئيس مجلس الأمة موجود هناك، ورئيس موجود على الأقل. يعني حتى هذه ما تمتش، يعني اللي ما عجبوش يضرب رأسه على الحيط. فأنا أتصور في اعتقادي وكمشاهد وأحكم على هذا المشهد، يعني هذه حلقة من حلقات الاستهانة بمؤسسات الدولة. هي مقصودة في اعتقادي، مقصودة. ولكن هل حتى الضحك، ضحك القهقهات سعيد بوتفليقة وسيدي السعيد يعني وحداد، معقول انها كانت مقصوده، ام انه يعني طبيعي انه في فقط هكذا جاءت عفويه؟ وهذه ايضا يعني الحقيقه يعني اشاره ثانيه، يعني انت يعني كاين
معروف يعني ما تحتاج باش تكون أنت إسلامي في الجزائر ولا تكون شيخ زاوية ولا تكون إمام مسجد باش تعرف وقار المقبرة وقار الجنازة وقار الموت. يعني القهقهة ما نشوفوهاش والله حتى هنا. والله لو كان انعملت هنا في بريطانيا ولا في أوروبا في مقبرة تشوف أنت كيفاش لابسين اللباس الأسود وحتى المرأة ماسكة تطلق وتجدها يعني حتى الأخر الشابو الطاقية تاعها هذيك تاع الأخر غطاء الرأس يكون كلش يعني حتى البروتوكول الظاهري يمشي مع الجنازة. يعني الكلمات محدودة، قسمات الوجه، الحديث مع الناس، الكاميرا كيفاش، يعني مشهد يوحي بأن هناك لحظة تاع وقار، لحظة تاع يعني طيب. حزن. هذا كله القهقهة والضحك وكذا يعني الحقيقة يعني مانيش طيب. عارف أنا هذه الدولة وين راهي ماشية يعني طيب. وين رايحين بهذا الاستهانة بمؤسسات الدولة بالمشهد السياسي. أنتم تحاربون الناس من أجل إرجاع هيبة الدولة وتجوا في مشهد مثل هذا وتقضوا على طيب. على هيبة الدولة. خليك معنا عبد الله أنس. محمد خلفاوي ضابط سابق في جهاز المخابرات، ما رأيك؟ هل تتفق مع هذا التوصيف؟ عبد الله أنس يقول انه كان كل شيء كان مقصود مرتب، ما رايك؟ الو نعم الو عودي معنا اخوتي الله يعيشك. كنت ربما استمعت الى ما كان يقوله عبد الله أنس، هل تتفق معه في التوصيف؟ يقول بانه كل شيء كان هذا مقصودا، يعني انه ظهور السعيد بتلك الطريقه والتلميع الاعلامي، حضوره في النشره في مقدمه النشره وغيرها كان مقصودا، البروتوكول الرئاسي، الحرس الرئاسي، كان كل شيء مرتب ومقصود، ما رايك؟ هو يعني حتى نقول مقصود ربما ما عنديش انا الدليل باش يكون مقصود، انما هو بعد نفسه السيد المستشار سعيد بوتفليقه في الكومبورتمون تاعو وكانه قاصد الامر، لانه في وقت عادي كان يستغنى على هذا، كان يقول لا، كان يستغنى. ثانيا تشوف حضور البروتوكول تاع رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه تما ويبينوا فيه وكانوا قصد الرساله واضحه. فهمتني؟ هذا من ناحيه هذه انا نمشي فقط برك ندير واحد الملاحظه للاخ تما يقول بلي لا بروتيكسيون ما لازمش تكون مع المستشار. كل شخصيات الدوله لهم خاصه لما يكونوا قراب للرئيس الجمهوريه العائله تاعه ولا شيء يديروا لهم بروتيكسيون حقيقه، لكن لا بروتيكسيون هذه ما لازمش تبان. مازال تما كانت كيما يقولوا دو مانيير اوستونتاتوار، قال رانا هنا وراهو محفوظ وراهو شي وراهو شي. لكن هذا الشيء كل كما قال ربما يقسموه استاذ ربما، انما احنا الجنازه في حد ذاتها تم لي ينضر الانسان، ما احترمتوناش، احترموا موتانا، احترموا كل قاده الجزائر اللي راه من تم الامير عبد القادر ومشي. فهمتني؟ أمي عبد القادر واللي يعرفوا الشبان هذو مثل بومدين ولا الرؤساء اللي جازوا على رئاسة الجزائر والى اخره اللي يسيروا الجزائر، يعني كل الشخصيات وحتى البسطاء حتى الشعب البسيط ثاني تلقاه في العاليه. طيب وفي هذاك النهار كان السيد رضا ملك. يعني انت فمن المفروض سامحني من المفروض العدسات يوجهوها لنا الى على الاقل وزير المجاهدين، لانه هو عليه باش يحضروا عليه باش يقرا هو لوريزون فينابل تاع رضا مالك. انا على كل حال ما شفتوش لكن ما نقولش ما حضرش، لا انا ما تولهتش فقط. فوالا نعم. طيب انت قلت رساله من سعيد بوتفليقه، رساله ماذا تقول هذه الرساله؟ يعني ربما ليس من سعيد بوتفليقه كشخص انما هو والاخرين، معنى انه في الموقف هذاك اولا باللي تبون شنو كان تكنيسيان منه مثل اللي سبقوهم مثل اللي يجيو من بعده وتبون هذا يعرفه وكلهم ليه ما عندهمش وزن القرار والقياده والاوامر تخرج ايمان دو لا بريزيدونس دو لا ريبوبليك. وفي بالمناسبه من سعيد بوتفليقه لانه خوه عاجز على كل حال بالمرض تاعه ربي يشفيه مادام رانا ندخلوا طيب. في كل وقت نتمنى له على كل هذا الشفاء، انما هو عاجز على تسيير الدوله وهذا الشيء شفناه غايبه في الساحه الداخليه وعلى الساحه الخارجيه لو بوان انترناسيونال سور بوان ناسيونال بون. لكن الجيري بيسا هل سعيد بوتفليقه بها هل يمكن القول انه انت هل تقول سعيد بوتفليقه اذا هو لو بريزيدون دو فاكتو هو الرئيس الحالي فعليا يعني على ارض الواقع؟
والله يا سيدي كما نسمعوا من هنا وهناك، فهو هو اللي في القرار، هو اللي ياخذ حتى المبادرات حسب نسبه منا ومنا. اذا لكن ما انا ما عنديش يعني البرهان، انما نسمع انا ناس يقول لك اعطى امر للوزير الفلاني باش يوقف هذيك ولا باش يتراجع في هذيك ولا غير، فيصبح هو رئيس الجمهوريه. طيب هل هناك من قال بانه رساله، ان كانت هناك رساله بهذا الظهور والتلميع الاعلامي وفي مقدمه النشره رساله فيها توريث، انه يطرح او يطرح يسوق لخلافه شقيقه، ما رايك؟ هل يمكن ان يحدث هذا في الجزائر؟ تتحول من جمهوريه الى جملوكيه؟ الرساله اللي كانت بكري الا وهي جبهه التحرير الوطني هي لو برا بوليتيك اللي تعين بعد او تقوم باعانه الرئيس الجمهوريه والعمل نتاعو والى اخره، فراحت اليوم صباح لارجون المال عن وجه علي حداد. وسيدي سعيد ما نسمعها في نشيدي الفن، لانه شفناه يعني الغريب كيف السيد تبون ما دار والو، حداد قال لهم ما يدخلش، هذا في حقه يا بروتوكول، قال ما يدخلش، ما قالش هو نتاع مال ولا فيه رشوه، قال لهم ما يدخل، هذا في حقه. كيف في نفس النهار ينوض سيدي سعيد اذا نخسوه، قالوا له نو. طيب قالوا له نو باش ينوض. دونك الرساله هي المال ولا بريزيدونس فقط. طيب. ما قالش. ولكن انت كنت في لقاء كنت معنا قبل ايام بتلك في النقاش، كنت تقول انه لا يمكن تغيير المعادله من العمود الفقري، الرقم المرجح في المعادله يبقى المؤسسه العسكريه هي صاحبه القرار في النهايه. نعم نعم، هذه اقولها واقول ثاني يعني حتى باش الرد نوعا ما بعض الناس اللي قالوا كلام اخر. يعني في كل الامم لما الامور تتطلب الحزم، لما الامور تتلاشى وتصبح البلد في خطر، فالجيش هو اللي يتبنى او هو اللي يحسم الامر. وكذلك بالنسبه للجزائر. بالنسبة للجزائر الجيش الوطني الشعبي ساليف، جيش التحرير الوطني إذا كان هو هذا ولا فعل فهو اللي بدأ من 54 إلى يومنا هذا، وهذا ما هو لا عيب ولا يعني ما ضر فيه ولا شيء، هذه حتمية تاريخية خلت أن الجيش هو اللي حافظ على هذا النظام. طيب. خليك معنا لو سمحت محمد خلفاوي، ما رأيك دكتور سفيان جلالي على ذلك الحتمية التاريخية؟ هل هناك حتمية تاريخية قد تقول أو ربما مسار تاريخي قد يمضي تاريخيا بعد اقل من سنتين 2019 الى تتحول الى الجزائر الى جملوكيه، مع ما يتردد عن توريث الحكم لسعيد بوتفليقه؟ هل هذا ممكن ام انه تقولات فقط؟ مهما كان مهما قيل ليس هناك اي تلميع برغم كل المؤشرات التي يتم الحديث عنها. نعم مساء الخير. والله غير نقدر نقول في الجزائر كلش نقدر نتوقعوه، وحتى التوريث ممكن يعني. ولكن خلينا نرجع دقائق للحدث. أنا متفق مع الإخوان اللي أحييهم بالمناسبة عندما يعني يتكلموا من زاوية أخلاقية، ونحن مجتمع مسلم ونرفض التعامل بهذه الطريقة في الجنائز. ولكن خلينا نديروا تحليل الآن سياسي فقط. الرسالة اللي بعث بها سعيد بوتفليقة في الحقيقة موش للجزائريين ولكن لباقي النظام، هو أنه علي حداد شخصيا هو محمي من شقيق الرئيس، واستعمال كل أدوات الرئاسة من سيارة وبروتوكول وإلى آخره، يعني أنه علي حداد هو محمي مباشرة من الرئاسة. هذه نقطة مهمة جدا. ثانيا نقدر نستخلص أنه رئيس الحكومة أو الوزير الأول تبون لا يجاوب يعني قرارات سعيد بوتفليقة. هنا نعود نرجع إلى البيان اللي صدرناه في يوم السبت الماضي، والبعض يعني أخذوا المضمون باستخفاف. هنالك تغيير ميزان داخل السلطة، وهذا جاء بعد المقاطعة الكبيرة في 4 ماي، ومع المشاكل اللي هي في الأفق جهة من النظام
أخذت نوع من أكبر قوة وفرضت تبون مع خريطة الطريق وكذلك ذهاب الوجوه يعني اللي كانت في الأولى في الصفوف الأولى لدائرة الرئيس منذ 2014. يعني كل الوجوه التي فرضت على الجزائر العهدة الرابعة ونقدر نقول أسماء سهلة يعني عمار غول وعمار بن يونس وعمار سعداني وبوشوارب وحميد جرين وإلى آخره كلهم الآن ذهبوا. فعلامة الاستفهام، لماذا سعيد بوتفليقة لو كانت له كل الإمكانيات والسلطة باسم الرئيس الجمهورية لماذا لم يتكلم مباشرة مع التبون ويعني ما يخليش يدير هذه الكوميديا في يعني جنازة إنسان كان عنده سمعة عالمية وعنده تاريخ إلى آخره. المشكل أنه سعيد بوتفليقة ليست له إمكانيات أخرى للتعبير، ما يقدرش يوجه خطاب للجزائريين، ما يقدرش يكتب رسالة، ما يقدرش يدير تصريح لأن عنده واجب التحفظ لأنه رسميا مستشار رئيس وفقط. فهو الرسالة باش يبعثها للنظام أو لباقي النظام وخلف النظام يعني الجيش وإلى آخره بهذه الطريقة يعني أمام الملأ وتحت الكاميرات يحمي هو شخصيا علي حداد. والرسالة تقول أن إذا حسبتم علي حداد يعني دخلتم في الحلقة الأخيرة حول الرئيس. هذا نوع من رفض يعني العملية، يعني هل يمكن من تمرد على السلطة، هل يمكن أن يعني بهذا التحليل يعني هل يمكن أن يتحدى سعيد بوتفليقة؟ أنت تقول حتى الجيش ويقول أنه إذا قستوا حداد كأنه قستوني أنا وقستوا الرئاسة، يعني أما يعني لهذه الدرجة يعني بهذه القوة حتى يتحدى مثل الجيش، أم أنه ليس هناك ربما يعني حتى بتعبير رضا مالك على الخوف على الخوف أن يغير معسكره، ليس هناك معسكرات، هو معسكر واحد في النهاية، يعني كلهم معسكر واحد، إن كان هناك معسكران فهو المعسكر السلطة ومعسكر الشعب فقط. يعني لا، شوف الحقيقة هو أنه في غياب رئيس الجمهورية وشغور المنصب، لأن هذه حقيقة لازم نبني عليها أي تحليل، أصبح شقيق الرئيس كان يتعامل مع النظام باقي النظام حكومة رئاسة إلى آخره كأنه هو يعني همزة وصل ما بين رئيس الجمهورية وباقي دواليب السلطة. ولكن الآن بعد مرور سنين وضعية الرئيس أصبحت معروفة من كل الناس اللي راهم حوله في الرئاسة إلى آخره. فمن المستحيل أن سعيد بوتفليقة وحده يقدر يفرض كل القرارات، فله هامش من التحرك، وربما هو في نوع من تفاوض غير مباشر مع باقي السلطة. ولكن اليوم السلطة ليست موحدة وليست منسجمة، هنالك مراكز متفرقة في الجيش، في المخابرات، في الإدارة، في الحكومة إلى آخره، وكل واحد يلعب يعني حسب الميزان. فاليوم شقيق الرئيس عنده يعني موقف لحماية أخيه وحماية العائلة وحماية المصالح الشخصية اللي ربما فيها علاقة مع هذا رجال المال ومنهم علي حداد. ابقى معنا دكتور صفية جلالي مرحبك عبد الله علس. يعني محمد خلفاوي يقول إن كانت هناك حتمية تاريخية في الجزائر هي عنوانها المؤسسة العسكرية هي العسكر، يعني لن يكون هناك حتمية تاريخية عنوانها توريث سعيد بوتفليقة رئيسا في الجملوكية البوتفليقية. احنا الآن بين حقيقة، هذه حقيقة، هذا الكلام الذي قيل هو حقيقة، ولكن بين الحقيقة وبين كيفية استخدام هذه الحقيقة لصالح الوطن هنا النقاش. والحقيقة أنت الآن تطرح موضوع مش سهل، يعني اللي هو موضوع المؤسسة العسكرية يعني المثيرة للجدل دائما. يعني أنت يعني تقول لي هي الأقوى مقارنة بمؤسسات الدولة الأخرى،
مؤسسة يعني مقابل البرلمان، الحكومة، الشعب، الإعلام، العدالة، المال، ما إلى ذلك. هذه المؤسسة تعتبر أقوى مؤسسة، لا يختلف اثنان على قوتها، لا يختلف اثنان على وحدتها، أنها مؤسسة موحدة قوية يعني المنظمة، هذا لا يختلف عليه اثنان. لكن هذه القوة كيف تستعمل لصالح الدولة وليس لصالح العصب؟ هنا يفتح النقاش. إذا ما قدرناش نوصله إلى صيغة حول استعمال هذه القوة لصالح الدولة، لصالح المجتمع، لصالح البلاد، نبقى هنا الاختلاف. هنا يطرح السؤال، يعني نقاش دائما الطبقة السياسية وحتى في الإعلام، على المؤسسة العسكرية تحمل مسؤوليتها، من كيف تتحمل مسؤوليتها؟ ولكن حتى نقاش تحمل مسؤولية ليس توريط مرة أخرى للمؤسسة العسكرية في العمل السياسي. تحمل المسؤولية بمعنى قد يفهمه، تتحمل مسؤوليتها بمعنى أمام هذا المشهد، أمام هذه المسخرة. نحن نرى الآن مسخرة فعلا، يعني هذه عمرها الدولة ما كانت بهذه الاستهانة كما هي الآن. يعني شوف السلال، يعني إذا كان فيه 10% أبقات من وقار الدولة وهيبة الدولة مسح بها الأرض. عاود جات الآن رئيس حكومة يخرج يقول لك كلام بعد بيومين ما تعرفش قاع وش صرا. يعاود يسكت، يعني سكوت أهل القبور، يعني صمت أهل القبور، ما يزيد يتكلم ولا شيء. وبعدين يعاود يولي المشهد حداد مع مع مع, مع السعيد ونبدأ. يعني قد يفهمها الناس أمام هذا المشهد، أمام هذه المسخرة، أمام هذا الاستهزاء والاستهانة بها بالدولة، لا ما يحلها إلا تدخل العسكر. هذا ليس هو المطلوب بتدخل العسكر، يعني العسكر عليهم أن يمسحوا المؤسسة. وهنا عندما نقول، حتى تكون الفكرة واضحة، عندما نقول العسكر، عندما نقول المؤسسة العسكرية، المؤسسة العسكرية هذه هو أنت وأنا، نحن أولاد أنا المؤسسة العسكرية أخذت من عمري 24 شهر، أنا خدمت الأرمي، وربما أنت وأخوك ولد عمك ولا كذا. هنا عندما نتكلم عن المؤسسة العسكرية ملك الجزائري بهذا المستوى، نحن نتكلم عن الشعب، نحن نتكلم عن أنفسنا، الجيش الوطني الشعبي، الجيش الوطني الشعبي. وبالتالي اتهامها بالإرهاب هو اتهام لنا، اتهامها بالفساد هو اتهام لنا. وبالتالي المؤسسة العسكرية هذه، لأن الناس مساكين اللي هذا اللي راه في الصيف يموت بالحر في تمر راست، ولا يمر ولا يموت بالبرد نتاع نقاوس في الشتاء، هم أولاد هذه أولاد الشعب. احنا نتكلم هنا على الأخطاء، الكوارث التي تمت عن الذين تصدروا لقيادة هذه المؤسسة العسكرية. فهنا هذا يرجعنا، ولذلك قلت لك أخي جمال، النقاش يعني حول المؤسسة العسكرية نقاش عميق، وينبغي أن يكون بطريقة شفافة. يعني هذه المؤسسة العسكرية اللي أنت تعرف، يعني قبل الاستقلال قضية أولوية العسكري على السياسي، النقاش ما حسم. بعدين عاود جانا كولونال رحمة الله عليه هواري بومدين، نحن نختلف مع الناس في هذه الدنيا، لا نختلف معهم في الآخرة، في الآخرة ويوم يوم عند ربكم تختصمون. هذا الكولونال دخل الآن من المغرب وجاء وأخذ السلطة بالقوة وقضى على الحكومة المؤقتة، بعد ذلك حكم بالمجلس الثوري، مجلس الثوري انت على الآخر، والجزائر حكمت بالسيكوريتي ميليتار والمجلس الثوري حتى جاءت 92. في 92 عندما الشعب الجزائري بانتفاضة 8 أكتوبر فرض مطالبه في تغيير دستور 89 بتبديله بالدستور التعددية السياسية، وبدأت الأحزاب تنشط وبدأت الجزائر، جاءت في 92 المؤسسة العسكرية وحرمت الشعب الجزائري من الانطلاقة السليمة. الجزائر الحقيقة كانت سابقة الربيع العربي ب 25 سنة، لأن الخارطة السياسية متمثلة في لفلان بالمعنى الذي أعطاه إياه عبد الحميد مهري رحمة الله عليه، وبلففاس الذي كان بنكهة آية أحمد، وبالإسلاميين أو الفيس الذي كان بنكهة الشيخ عباس مدني. الحقيقة توازن وطني فيه الوطنية، فيه الديمقراطية، فيه الإسلام، ثوابت كلها اجتمعت في هذا. جاء العسكر وحرم الشعب الجزائري من هذا من هذا. هو يقول أنه حمل جمهورية، يقول ما يشاء، يقول ما يشاء، حتى ولينا يعني المفروض، يعني أنت الآن عندما ترى أنت الجنود حاملين هذه الصور تاع الرؤوس المقطعة، هذه الرؤوس المقطعة تعمل مش أنت أعداء الجزائر، مواطنين
يعني ولاد الجزائر. طيب. وبعدين كان في واحد في الجبل هناك خاصة الجية وغيرهم من المجرمين المخترقين سواء من الأجهزة الأمنية أو بالتكفير أيضا حكموا بالردة على شكون اللي دخل الجيش في هذه المتاهات. طيب. المتاهات اللي حوله وإحنا شفنا أنت شفت يعني الجيش بإمكانه باش يكون يعني بريدج بس يكون ممكن هو جسر في الانتقال وتحول للتحول وتجارب شعوب اخرى. نعم ورايناها يعني المجلس الانتقالي يعني بعد ما سقط حسني مبارك الجيش ما حبش يتدخل باش يقمع ايش اسمه مش رابعه قبلها يعني ميدان التحرير واشرف على المرحله الانتقاليه يعني طنطاوي والمؤسسة العسكرية وأشرفوا في انتخابات نزيهة أخذ فيها 49% شفيق وهو من المؤسسة العسكرية وواحد مدني اللي هو 51% أخذها مرسي وبدأت مصر تخطو خطوات نحو فالآن الجيش الجزائري عليه أن يتحمل مسؤوليته في إصلاح الإخفاقات التي عملها ليس بمعنى بتغيير هذا المشهد الذي نراه المسخرة بمعنى ما يعني ما يوقفش في وجه الشعب والطبقة السياسية التي تريد أن تبني الجزائر. طيب. لأنه ما عنده ما يخسر يعني إذا كان هذه الطبقة السياسية أو الشعب الجزائري قال لك يا أخي نريدك أن تكون جيش تلتزم بمهامك الدستورية أنت ما عندك ما تخسر هنا أنت بدل ما تكون يعني تحمل على أساس تحمل يعني الخيار الشعبي تحمل الخيار الشعبي وتحمي الشرعية الدستورية يعني هنا مانيش عارف هذه المطالب وش الضرر فيها. طيب خلينا نعود الى سيد محمد خلفاوي. محمد خلفاوي هو كنت معنا طرحت فيها حتى بشفافيه قلت انك تدعو الى تدخل الجيش يعني يعني هل ولكن مره اخرى هل تدخل الجيش هل سيكون توريط مثل ما حدث في تجارب اخرى في السياسه ام انك تطرح مثل ما يطرح عبد الله انس ان يكون الجيش راعيا او جسرا لانتقال ديمقراطي؟ شوف يا سيدي كلام تكلم الاخ معاك نحييه على كل حاقه بكل شيء لكن تكلم كلام يتطلب دابور يبرهن على كلامه او والا تصحيح بعض المغالطات لانه هنا من مره لو يقول الجيش نتكلم عليه بصفه وطريقه بطريقه وبشفافيه والى اخره من جهه اخرى يقول كلام خطير كثير اذا كان عنده البرهان فاهلا وسهلا اتوا برهانكم إذا كما كانش فهاد الإنسان يفضل ربما يتفادى كلام مثال الرؤوس المقطوعة ولا احنا ما شفناهاش جنود نتاعنا ولاد وبالك ولدك بالك خوك بالك شيء هاز راسه ويمشي احنا ما شفناهاش. طيب هنا في هذا الموضوع أثير جدل حول لو نعم. ربما نعم. تبعت هذا احتجاجات نعم. المتقاعدين نعم. سيد نعم. خلفاوي احتجاجات المتقاعدين أحد نعم. قادة احتجاجات متقاعدي الجيش نشر نعم. على الفيسبوك صورة برؤوس مقطوعة هذا ربما ما يقصد عبد الله. لا عصنتلي يا سيد. تفضل. يعني درك انتم معناها الجزائر مقسومة على اثنين كاين الشعب اللي راهو لابس لاتوني هذه الدرية تاع العسكر وشعب آخر وهذا يقتل في هذا. يعني الشيطان هذا كلام يعني دابور ما عنده حتى معنى كلام خطير وعمره ما بان يعني حتى في الدول اللي كانت اكثر ديكتاتوريه واكثر غباءه واكثر ما كانش هذا الامر هذا يا ناس. طيب تسمح لي اعطي فرصه لعبد الله انس يرد يستوي يوضح في لا 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 سامحني كمل الفكره نتاعي. تفضل. شوف لما يكون مثلا الجيش المصري اللي قام وهبط وما دخلش في الساحه هذيك وين كانوا الشعب المصري معتصم فيها والى اخره، الجيش المصري نذكروا باللي كان تحت قياده امريكا، ويتذكر الاخ باللي كل مره من يخرج مبارك كان يخرج من وراه اوباما. كل مره يدير تصريح هيلاري كلينتون كانت تدير التصريح الثاني وتطلب التحكم في النفوس. فهمتني؟ إذن يحاذر الجيش المصري ما قبلش الناس اللي انتخبهم الشعب المصري ودار لهم انقلاب واليوم راهو ماريشال اللي راه حاكم مصر. طيب هو يتحدث عن الفترة السابقة عن فترة ليس الانقلاب السيسي. لا انقلاب رعاية طنطاوي وعدم تدخل الجيش. في هذه الحالة خلينا نتكلموا على الجيش في وقت الثورة. قال هو اللي حرر الجزائر. نعم لكن نتكلموا على الجيش نتكلموا عليه على كل سورتو لي بلان ماشي يتكلم هكا ويشهد به عيب هذا. طيب الجيش نعم درك وشو السؤال تاعك ما سؤالي انت كنت في حلقه سابقه قلت انه امام هذا المشهد الذي تعيشه الجزائر على الجيش ان يتدخل ان يلعب دورا يعني. نعم.
هل ينهي المهزلة فينا أم أنه توريط قد يراه البعض في السياسة؟ ما قلتش كذلك. لا ما قلتش هك، إنما الجيش كما يقول هو يتحمل المسؤولية، نعم هو دائما يتحمل المسؤولية مع الأسف ولا لم يمارسها مرة، إنما قلت أنا الجيش يقدر إلى كومباني إلى كومباني هذا لو شانجمون، نعم هذا يقدر يدل لأنه هو حامي البلاد وهو اللي حامي النظام. وقلتها ونعاودها حتمية تاريخية جات دوبوي من تلاقاو الستة وقرروا على اندلاع الثورة، فمشت بهذه الطريقة وفي جنبهم جبهة التحرير الوطني إلى آخر مطاف إلى آخر مطاف. بعد تركي يرجع للسياسيين وبومدين ولدار ونحل الحكومة المؤقتة وإلى آخره، خلينا نرجع للمراحل هذيك ونتكلموا نتكلموا علميا علميا. اما الجيش يقدر، نعم انا ان شاء الله نتمنى انه رجال يعني يكونوا في عظامه الحاله لا سيتوياسيون تاع، يكونوا كبار على السيتوياسيون هذه ويديروا برامج والجيش ينكادر توسا ونجوزوا لما يوصلوا للريزولتا يوصلوا للدستور يوصلوا لشيء يجوز على الشعب يصوت عليه وننطلقوا. نعم ان شاء الله يكون هذا. طيب خليك معنا سيد محمد خلفاوي لو سمحت. سامحني في الصوره نزيد برك، اعطاني فكره سيد اسمه جلالي سفيان جلالي سفيان جلالي نسلم عليه على كل حال ونحترمه كثير. ثاني في الصوره هذيك اللي يشوفوها ربما ثاني فيها ميساج للخارج، معناها ريانا شونجي دي سوسيتي ولا لي زونتري الجزائر راهي ماشيه في نظام كيفاش تسميه اقتصادي ليكونومي ليبرال ليبرالية اقتصاد ليبرالي. نعم الاقتصاد الليبرالي وراه هنا وراه محمي من عند من عند خوه ولا من عنده هو، وبالتالي تصبح ثاني صورة طيب تقدر تقبل في الخارج للرئاسة. طيب خليك معنا محمد خلفاوي. فاروق تيفور قيادي في حركة حمص فقدناه، سيحاول الزملاء العودة إليه. ما تعليق عبد الناس؟ حق الرد مكفول لك باختصار. أولا أنا أحيي العقيد مشكور، أحييه مرة ثانية. أنا أذكر هنا في المغاربية عندما غطيتم مطالب الجنود والمظالم كانت فيه تغطية هنا عندما خرج الجنود وطبعا كما قلت متقاعدي الجيش وهم طبعا، ولذلك وهذا يؤكد الشيء اللي قلناه، هؤلاء شريحة من الشعب مثلما الناس مظلومة في السكن ومظلومة في التدريس ومظلومة في التطبيب ومظلومة في العمل وكذا، هذا شريحة. فأنا أذكر كان فيه نقاش وكان فيه تغطية يعني مليحة، فتكلم بعض متقاعدي الجيش من كل الصفوف، واحد كان يتكلم منهم يقول والدليل على ذلك احنا عندما كان الإرهاب كنتوا يعني ضحيتم بنا وكنا احنا نضحوا يعني من أجل الحفاظ على الدولة، وكدليل لست أدري خرج بعض الصور هو عاملها بنفسه بلابس لابس البارا ومقطع رؤوس وحطها في ده، مانيش عارف اذا العقيد فيسبوك اذا العقيد ما شافهاش. فهذه طبعا هنا نقول الجيش الجزائري هو اللي كان يذبح، يعني معناه رانا نقول هذه القرارات الرعناء، يعني شكون اللي دخل الشعب في بعضه؟ يعني دخل خرج الدبابات نزلهم للشارع بس تلغي الديمقراطيه بس تلغي الانتخاب، دخلت البلاد في 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 في, في حمام من الدماء، هذه قرارات سيئه. الان الجيش الجزائري عليه مسؤوليه ليس لصناعة نظام سياسي، الجيش عمره ما يقدر يصنع نظام سياسي، النظام السياسي تصنعه طبقة سياسية، تصنعه شعب واعي، تصنعه قوانين، تصنعه الشرعية الانتخابية، والجيش يحمي هذه القيم. مع كل أسف الجيش من 62 إلى الآن دائما وقف مع العصب، ما وقفش مع التغيير الحقيقي، وإحنا شفنا يعني بإمكان الجيوش أن تقف مع المطالب. يعني في إسبانيا عندك في إسبانيا البرتغال، عندك في البرتغال، حتى الجنرال عاشور لما زين العابدين حاول يتردد قالوا أنا نظن خلاص يعني الشعب لم يعود يقبلك وراح. شفت وإحنا ذكرنا كيف الشعب المصري رفع الجيش فوق رأسه قبل ما أن يقع في يد هذا المعتوه السيسي، يعني السنة التي أشرف فيها على التحول الديمقراطي، ويعني الناس ما كانتش مصدقة مستحيل. طبعا أنا هنا أقول لك بعض الأوقات السياسيين يعني بعض الأوقات يكون عندهم يعني يعيشوا في الهوى، ممكن يعني عليهم بعض المسؤولية خاصة ربما الإخوان وغيرهم. يعني الثورة المصرية يعني ما أراده الشعب المصري، الثورة المصرية
كانت يعني أبعاد الحرية أكثر من تنظيم الإخوان، ربما هذا مش وقته. طيب، لكن العسكر بإمكانهم وقفوا بجنب الشرعية وأشرفوا على الانتخابات. أول مرة في تاريخ مصر من 7000 سنة تجرى انتخابات شفافة كالتي شاهدناها. طيب، لكن بعدها عودة انتكست. فهنا الجيش، الطبقة السياسية التي يصنعها الجيش لا خير فيها، لأنه السياسي اللي يصنعه المال والسياسي اللي يصنعه الهراوة يصنعه الأوامر ما هوش سياسي. السياسي هو حامل ضمير، السياسي الكفء النزيه حامل رسالة حامل قضية. الشعب الجزائري الآن يريد من جيشه، يا أخي الكوارث اللي درتها في الماضي وقفت معه، وش دار لك آية أحمد؟ وش دار لك مهري؟ وش دار لك عباس مدني؟ يعني هل هؤلاء فيه تشكيك في وطنيتهم او في هويتهم؟ لا، انت وقفت مع من؟ وقفت مع تيجاني هدام، وقفت مع هارون، وقفت مع خالد نزار. شوف وين ادى الجيش. انا نقول الان لماذا يحمل الجيش؟ دعني اطرح هذا السؤال لمحمد خلفاوي. استاذ محمد خلفاوي، هل ما الذين يقولون انه الجيش في النهايه ما يحصل في الجزائر يتحمل جزء من مسؤوليه مع هذه الاوضاع، هذه الصور، هذه المهازل كما كنت تقول؟ وش من مسؤولية؟ الجيش يتحمل مسؤوليته لحماية النظام، يعني كل ما أخطأ فيه النظام فهو يصبح وإلا يغير وإلا غير. هذه المعنى اللي تكلم بها أنا، أما الكلام اللي يقول فيه الآخر نحترمه أنا، إنما فقط رد بنا الاختيارات هذه. الرجل السياسي اللي عنده مبدأ ولا عنده شيء، الرجل السياسي خدموا المال، خدموا المبادئ، خدموا أي حاجة خدمته. شفنا نحن هذا 60 حزب كاينين انتهازيين، البعض ما ماشي كل انتهازيين ولا نرجسيين، حبوا يبينوا روحهم، حبوا شيء، لكن ما كانش السياسه. انا كلمه نتكلم عن الجيش ونقول بلي الجيش وصل للحاله اللي راهو فيها هذه من التاريخ نتاعو، المناقشات ولا الديبا هذوك اللي صراو قويين بينه وبين السياسيين والى اخره. فحتى في اخر المطاف وصلنا 62 الجيش كان ليطا ماجور في طرابلس، كان من جهه من جهته بن بلا وجماعته، من جهه اخرى ما نرجعوش للتاريخ هذا. خلينا يعني نهار اخر نديروها، معليش نديروها نهار. الان سؤال على السريع، لان الوقت الجيش راهو ناصر، الجيش هو مناصر من 62، مناصر للبوفوار، هو اللي يتكلم على لو بريزيدون وكانه يتكلم على الجيش لاسلاك الامن، وكلهم كل هادو معنيين باش يدافعوا والا يسكتوا والا يديروا كل في كل بيريود عندها يعني متطلباتها. هذه 62، وشكون اللي كان فحال كان يتكلم ويقول الرئيس او مريض في وقتها؟ كان عنده امور اللي ما لازمش تقولها. يفالي ميجري في احنا صغار تسمى كان في عمر 10 سنين ولا 10 سنين، يفالي ميجري لوبوزيسيون، يفالي افرابي منها، هز منها، دخل هذا اللي يعاون اكسترا. من بعد بشويه درك تتكلم، لكن ما يتحركش. القرار يرجع دائما في النهايه اختيار الرئيس يكون عند الجيش. طيب، هذه من اللي بدات الجيش يحافظ على النظام، يعين الرئيس هو اللي، ولكن تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي يقول انه علق الرئيس المقبل، برغم الحديث عن سعيد بوتفليقه وخلافه عبد العزيز، انه يطرح العهده الخامسه لعبد العزيز بوتفليقه. وهنا يدخل البعد الخارجي بالمناسبه كما كنت هي تقول. شوف، قبل ما يطرح البرلمان هذا الفرنسي، كان السيد هذا اللي داروا على راس جبهه التحرير الوطني هذا ولد عباس يقول العهد الخامسه وهو قريب يجي يمشي. انا رديت عليه يعني بصفه غير مباشره وقلت له السيد هذا يعني اذا كان بقى عاشت كما راه فيصعب الامر، وحتى لو كان يرتاح يعني يرتاح. السيد 83 سنه يصبح كيف يطلب الديشارج دو ليطا؟ هذا تقال بزاف ديشارج دو ليطا، ما يقدرش. اذا طيب، حتى السن يوقفوا، السن هو يوقفوا بدون بغض النظر عن المرض، ان شاء الله يرتاح ويولي يمشي. طيب، خليك معنا عبد الله، لو سمحت محمد خلفاوي، اعود لك عبد الله انس، الوقت يضغط علينا لانه بقينا على الاقل محورين. في اعتقادك هل يمكن، محمد خلفاوي يقول جيش يحمي النظام التاريخي، هل يمكن الان مع ما يتردد انه مخاطر تواجه الدوله، هل يمكن ان يحمي الدوله بدلا من التشبث بهذا النظام الذي يجر كما يقول كثيرون في المعارضه البلاد نحو الحيط؟ هذا ما نختلف فيه. انا ماني رئيس حزب، انا اتكلم انا كمواطن واقول كلمتي واتحمل مسؤوليتها امام الله.
أن الدولة التي يحميها الجيش ما هيش دولة. الجيش يحمي الدستور، يحمي النظام، الدولة يحميها المواطن، الدولة يحميها القانون، الدولة تحميها الأحزاب، والجيش يكون على نفس المسافة. يعني أنت شوف لما تكون المهام نتاعك مش واضحة مليح، دائما تكون في معركة مع السياسيين، لأنه طموحات السياسيين لا حدود لها. واحد إذا فاز في الانتخابات يقول لك الجيش مليح، وحماه الجيش يقول لك الجيش مليح. إذا واحد خسر في الانتخابات يقول لك الجيش لازم يتدخل باش يعاود. يعني يبقى الجيش إذا كان ما تحددش مهامه الدستورية يبقى لعبة في يد أهواء السياسيين. احنا نقول اخرج من هذه الحالة اللي راك فيها، افتح نقاش عميق مع الطبقة السياسية ورسم مرحلة مستقبلية ما عندك ما تخسر فيها أنت، وخاصة ظروف التحديات اللي رانا نعيشها الآن. يعني أنت الآن تخيل ليبيا، الآن تصريح فقط الأسبوع الماضي فرنسا تقول احنا مستعدين نروح في اتفاق معين في ليبيا حتى لو ما حضرتش الجزائر، معناها رايحين مع الامارات ومع السيسي. هذا تحدي. تصور انت الان في مالي، الجزائر ما اشركوهاش. يعني الجيش عنده مهام كثيره، وخاصه اذا النظام ما تحميهش حاضنه شعبيه. طيب. مهما كثرت العساكر، ومهما كثرت المطارق، ومهما كثرت العسكر، ومهما كثرت الشرطه، اذا ما كانش فيه شرعيه تحمي النظام والله. طيب. لن يحميها النظام. فقط يعني هذا النقطه الاخيره، وهذا النقطه نتاع ان النظام راه معري ما عندوش حاضنه شعبيه. انا نقول لك 4 ماي اللي ما قراهاش قراءه مليحه راه يغامر بالبلاد. 4 ماي عرت النظام. طيب. والنظام انا نقول لك حط كل البيض نتاعو في السله هذيك تاع الانتخابات، يعني بمعنى كل اللي مشاركين في الانتخابات ما قدروش يجيبوا شرعيه للنظام، معناته تعرى سواء بالوطنيين بالاسلاميين بلا فلان بلا رندي، بالثقل اللي حطوا النظام، بالميديا بالاعلام، بكل شيء، طلعت لك الانتخابات المشوهة التي لا شرعية لها. الوقت يضغط علينا عبد الله. ناس مراك محمد خلفاوي، تعليقين قصيرين. هذا الأسبوع طبعا الحرائق أحد أبرز كذلك القضايا التي شغلت الجزائريين. مفارقة صحيفة الخبر تنقل أنه على الحدود في الطارف كانت هناك حرائق في الجزائر، يشاهد مواطنون جزائريون طائرات في الجانب الآخر على الحدود مع تونس تطفئ الحرائق. أليست مفارقة؟ يعني الجزائر غنية من قوسين ليست لها طائرات لإطفاء الحرائق؟ على الحرائق، لكن تسمح لي قبل ما نقول الحرائق، أنا نذكر بك الأخ اللي تما واحد، مع كل احتراماتي له واحترمه بالفعل، فقط حبيت نقول له بالعكس، عكس ما كان يقول، الجيش يحمي الدولة ومؤسساتها، إنما الشعب يحمي النظام المنبثق عن الانتخابات نتاعو، الشعب يختاره هو اللي يحميه. اما الدول اللي يحميها الاخر، اما على الطائره، اما على الحرائق والطائره، شوف فرنسا هي سانكيام بيسونس، القوه الخامسه في العالم، طلبت من اوروبا طيائر باش تطفي مع هذا النار في لاكوت ميديتيران في النيس وهذيك المشاوي وين شعلت النار. اذا هذا ماهوش عيب الانسان يطلب اعانه من هنا ومن هناك، لكن نشوفوا يصلح ناخذوا الدرس والا ما ناخذوش. ناخذوا الدرس ونديروا حمايه مدنيه في جهه عنابه والطارف ونعطيوها، نبدلوا النظام نتاعها، ربما نولي حمايه مدنيه تولي عندها يدين في ليكيبمون نتاعها، لي هيليكوبتر اللي يدفع النار هذه، والا لا ليت كونتر الجراد هذاك ولا الكريكي، يعطيوه ثاني يعني تنظيم اخر للحمايه المدنيه بما فيها امن البلاد، لانهم متكلفين بامور كثيره. طيب طيب ما تعليق آخر بسرعة لو سمحت. جدل مازال يستمر حول وضع الصحة المريض في الجزائر، وفاة المرأة الحامل في الجلفة، والأمس كانت مظاهرة للعاملين في قطاع الصحي في مستشفى الجلفة، يقولون يعني مسح الموس فقط في القبيلتين في للتكفل بجلفة كاملة، ويتم تحميلهم المسؤولية وسجنهم. إحدى القابلات قالت أنه إن كان هناك من يتحمل المسؤولية فهي السلطة، هي وزارة الصحة، في غياب تكفل حقيقي وإمكانيات. ما رأيك؟ يعني باختصار، لما كنتش نسمع فيك مليح ما خليكش تعاود سؤالي بدولي طويل، باختصار يعني ما يجري في الصحة كيفاش نقول لا سونتي بوبليك، هل هي على عاتق والا نحسبوها على الوزاره، والا وشنو سؤالك هكا؟ هذه نعم هذا هو السؤال، يعني
اللي دخلوا من الحبس القابلات قالت مسحوا فينا الموس فقط، مش غلطتنا، ما كانش الامكانيات. ايه هي شوف الصحه بصفه عامه، بصفه عامه لا سيكوريتي ناسيونال، الامن القومي، الامن هو لا سيكوريتي اكتيف اللي تتكلموا بها كل كما تقولوا، يعني الامن الشرطه ودارك ومخابرات والى اخره، لكن في لا سيكوريتي ناسيونال دخلتين لا سونتي بوبليك. لا سونتي بوبليك داخله بنفس الحده مع لا سيكوريتي كما تقول تاع لا سيكوريتي اليمونتير. لا سيكوريتي دونك تاع لا سونتي بوبليك اي لوتر سيكوريتي اللي معروفه. كل مسؤوليه لنا هذه الدوله اللي هي حكمت من 62 للان حاكمه كلش في يدها، هي اللي تمد وهي اللي تنحي، هي اللي تغني وهي اللي تفقر، وبالتالي تصبح مسؤوله على اي شيء، حتى كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا كان عثرت دابه في مكان ما فهي تصبح مسؤوله لانه في يدها كلش. شكرا جزيلا لك محمد خلفاوي الضابط السابق في المخابرات. عبد الله الناس ما رايك تعليق الوقت، تعليقين قصيرين، الوقت يضغط علينا، ما رايك الحرائق، حرائق الغابات في الجزائر ومفارقه فيما صحيفه الخبر انه تونس فيها طائرات تطفئ الحرائق بينما في الجزائر ما فيش طائرات. محمد خلفاوي يقول يحدث في فرنسا انه مثلا استعانت فرنسا، ولكن فرنسا عندها طائرات، ربما استعانت بطائرات اوروبيه. يعني اولا هذه والله وصمه عار في 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 جبين الاداره الجزائريه، في جبين السلطه الجزائريه. في 2017 تستشهد امرأة، إن شاء الله هي تكون شهيدة عند الله، لأن الحديث يعني سبعة من الشهداء إن شاء الله هي واحدة منهم، المرأة الحامل إن شاء الله تكون شهيدة عند الله. لكن لابد أن نفرق بين أمرين، كونها شهيدة عند الله ونرجو لها أن تكون شهيدة لا يعفي وزارة الصحة من المسؤولية. وبالتالي أنت تتكلم على حالة اللي تمثل وصمة عار في جابين هذه السلطة وهذا النظام. شوف الأمور وين وصلت، لا قادرين نطفوا نار، لا قادرين نشرفوا على امرأة حامل، يعني النظام مانيش عارف، انت راك في آخر لحظة تطرح في سؤال كبير، يعني يرفع الضغط، يرفع الدم لما تتذكر هذا الإخفاق تاع هذا النظام. لم يعد يصلح لأي شيء، لأي شيء. وريني انت حاجة إنجاز قدموه لهذا البلاد. يعني انت عندما تتكلم الصحة المجانية برغم كل المشاكل، صحة مجانية في الجزائر قد يقول هذه الصحة المجانية، يعني المرأة تموت وهي يعني يتقاذفها المستشفيات من مستشفى لمستشفى، وتروح المستشفى هذا تقولها مش خدمتنا، ترجع للآخر وتموت وتفيض روحها الطاهرة إن شاء الله هكذا بهذا الإهمال، وتقول احنا وفرنا الخدمات الصحية. يعني هذا النظام وصل يعني إلى ليس فقط الصحة اللي مريضة، هذا النظام هو الذي مريض. الله يفتح عليك، هذا ما أردت أن أقوله. إذن مرض هذا النظام، الخروج العلاج لهذا المرض بحاجة إلى خارطة الطريق. خارطة الطريق لا يصنعها الجيش، أن يكون الجيش جزء منها مع الطبقة السياسية مع الشعب بالشكل الذي يرضيه هو، لأنه أحيانا ممكن صح احنا 55 سنه محكومين بالجيش، ما تجيش انت في اخر لحظه بجرد قلم الجيش خلاص، كانك في بريطانيا ولا في فرنسا ما عندك حتى دخل في الحياه السياسيه، روح لدارك ما عندك. هذه ثاني يعني شويه يعني يبدو لي العصا السحريه، نحتاج خاتم سليمان، لكن نحتاج الى حوار، نحتاج الى نقاش. لكن هناك من يخشى انه المعطى تغير اصلا، هناك من يقول يا ريت كان بقى الجيش له على الاقل برغم الطموحات السياسيه، وهذه اضافه اخرى، التلاعب السياسي للجنرالات السابقين، ولكن على الاقل كان هناك حرص على الجزائر. هناك من يقول انه لم تعد العلبه السوداء، الان الشكاره السوداء، المخاوف ان تخنق الجزائر. وهذه اضافه اخرى مما يدعو الجيش انه ان يكون مع اختيار الشعب في اختيار طريقه، والشعب عمره ما يخطأ. لا تجتمع امتي على ضلاله، فيه مازال فيه في الجزائر، في الجزائر مازال فيه ان شاء الله فريق من الخيرين، فريق من الطيبين، من الأكفاء، من النزهاء، وبإمكانهم إن شاء الله أن يرسموا خارطة الطريق لمستقبل واعد. المطلوب من الجيش أنه جرب الوقوف إلى جانب العصب، الآن خليه يوقف إلى جانب الشعب في تحرير مصيره. شكرا جزيلا لك عبد الله أنس المحلل السياسي. الشكر موصول، للأسف فقدنا دكتور سفيان جلالي، لم يستطع زملاء مرة أخرى العودة إليه. نشكره على كل جزيل الشكر على مشاركته الدائمة معنا، وللأسف كذلك انقطع الاتصال مع فاروق تيفور القيادي في حركة حمص، كان المفروض كذلك أن يكون معنا، نلقاه إن شاء الله ربما في فرصة أخرى
قريبة. شكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.